طيب ظهر الورقه هرسم فيها سكتشز زي كده. برضه هكتب اسم الثلاثي وتاريخ النهارده واسم الكورس بتاعنا، عباره عن ثلاث سكتشات فيهم فكره كتل منفصله، وهبدا اربطهم من خلال مسارات حركه. ده اول سكتش. سكتش بسيط خالص، عباره عن ثلاث مباني جنب بعض، وفي الدور الاول فوق الارضي عملت لينك بيربط ثلاث مباني ببعض، الموضوع بسيط خالص. الثلاث مباني دول كان في مبنى اداري، طور اداري، وفي عندي مبنى بورصه ومبنى بنك. تمام كده اهوت، كانه مبنى اداري ومبنى بورصه ومبنى بنك. وربطت الثلاثه ببعض من خلال ان عندي الدور الاول عملت لينك، تمام؟ عباره عن ممر مشاة عشان اربط المباني ببعضها. فكره. لان انا في مشروعي لو انا هصمم مبنى اداري وكمان مقر بنك وكمان بورصه مش هينفع يبقى الثلاث مباني منفصلين، لازم اربطهم مع بعض. وفي نفس الوقت ممكن يكون وسيله من وسائل التربيط هو مسار الحركه بتاع الموظفين. خلاص كده؟ فممكن اعمل حاجه زي كده. يبقى في همزه وصل وربط ما بين الثلاثه بالشكل ده، ما بين المبنى بتاع الاداره الباور والمبنى بتاع البورصه والمبنى بتاع البنك. طيب. السكتش اللي بعده او اللي تحته هو نفس الترتيب اهو، بس كل اللي عمله ان هو جمع المبنى الاول والثاني مع بعض، اصبح بقى عنده مبنيين متصلين مع بعض ومبنى الثالث لوحده، فبالتالي ربطه من خلال الدور الارضي. ده برضو مبنى بنك فيه بدروم وفيه عندي ادوار متعدده بس مش كبيره، وده البورصه، ودوت المبنى الاداري اللي كل الموظفين. بدي فكره رقم اثنين، انه ربط ما بين المبنى الاداري وبين البورصه، وخلى المبنى البنكي بعيد شويه بس عمل ربط من خلال الدور الارضي، ان هو عمل مسار حركه مغطى بشيء. مسار حركه مغطى بشيء. هنرسم الثلاثه بسكتشات بسيط كده. رسمنا اللي فوق دوت، بعد ما هخلصه هرسم اللي تحت ده اهو اللي في النص، وبعد ما هخلصه هرسم بقى مقترح ثلاثه. يبقى في عندي دلوقتي سكتشين فوق بعض، دي الفكره الاولانيه ودي الفكره الثانيه، او ده المقترح الاول وده المقترح الثاني. ليه ثلاث مباني جنب بعض؟ مبنى اداره طور مرتفع قوي كله ادارات وموظفين، مبنى بورصه ومبنى بنك، وكان ثلاث مباني منفصلين عن بعض، ده اللي فوق. فعملت همزه ربط ووصل من خلال لينك في الدور الاول. الثاني المقترح الثاني اللي تحت، عملت دمج ما بين المبنى بتاع الاداره الموظفين والمبنى بتاع البورصه، كان عملت دمج بينهم الاثنين، ده مكتوب مع بعض خلاص. وعملت همزه ربط ووصل من خلال الدور الارضي عشان مبنى البنك مازال بعيد. طيب المقترح الثالث اللي برضه نفس الثلاث تكوينات، ها؟ ان في عندي كتلة مبنى اداري وكتلة بنك وكتلة بورصة، تمام؟ ويكاد يكون كتلة البنك والبورصة ارتفاعهم متقارب. بدأ يعمل همزة ربط ووصل ما بين الدور العلوي هنا والدور العلوي هنا، والدور موجود في وسط الكتلة هنا. تمام كده اهوت؟ ممكن يكون همزة الربط والوصل دوت، ممكن يكون سير متحرك، ممكن يكون سلم متحرك، ممكن يكون كوريدور، ممكن يكون لينك، ممكن يكون مصعد متحرك، ايا كان هو ايه. ايا كان هو ايه. طيب دي كلها افكار بسيطه ومقترحه غير مدروسه بشكل دقيق، عشان ما يصحش يكون عندي المبنى بتاعي في مشروعي يكون البورصه منفصله عن المبنى الاداري منفصله عن البنك، ما يصحش. حتى لو ثلاثه مباني مختلفه محتاج ان انا اربط بينهم بشكل ما. خلاص كده؟ يبقى دلوقتي هرسم ثلاث سكتشات دول، وهقول مقترح واحد ومقترح اثنين ومقترح ثلاثه،
وكيفية الربط بين مبنى الإدارة الموظفين ومبنى البورصة ومبنى البنك. لو أنا عندي طور متعدد الارتفاع كله إدارة، وعندي مبنى بورصة منفصل عن الإدارة أو الموظفين، وفي عندي كمان مبنى ثالث اللي هو مبنى بنك. ما تنساش تكتب بياناتك بالكامل على الورقة برضو لو أنت بتعمل ورقة تانية.